مساء الخير. في رجالة لما بتعرف إن شريكة حياتهم جالها مرض صعب، أول حاجة بيعملوها بيخلعوا. لكن ياسمين بطل القصة حقيقية النهاردة، لما حصلت لها ظروف قعدت على كرسي متحرك وهي في فترة الخطوبة، خطيبها رفض يسيبها وقال لها أنا هكمل معاكي وهخليكي أسعد واحدة في الدنيا. بس إيه اللي حصل بعد كده؟ خلاها تتمنى لو كان هرب. تفتكروا إيه اللي حصل؟ تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف ياسمين بعتها تقول لنا إيه. اسمي ياسمين وعندي 32 سنة. حكايتي بدأت من أول ما اتخطبت للإنسان اللي حبيته. ارتبطت بيه رغم أنه صنايعي وأنا مؤهلي كان أحسن منه، بس كنت بحبه، بحب فيه رجولته وشهامته وطريقة معاملته. وبعد فترة من الخطوبة تعبت، دخلت كذا عملية لحد ما حالتي اتأخرت وقعدت على كرسي متحرك. عرفت أني هفضل عليه طول حياتي. اتصدمت وقتها صدمة كبيرة قوي، وقلت لخطيبي احنا لازم نسيب بعض، مش هقدر أظلمك معايا، كل شيء اسمه ونصيب. وحاولت أرجع له ذهبه كتير قوي، بس كان بيرفض وكان بيقول لي إيه اللي انت بتقوليه ده؟ أنا هكمل معاكي العمر كله، وزي ما حبيتك وانت واقفة على رجلك هفضل أحبك على أي حاجة انت فيها. قلت له طب والكرسي اللي أنا بقيت قاعدة عليه؟ أكيد هتيجي مواقف كتير هتحس فيها إن أنت محتاج زوجة سليمة تعمل لك كل طلباتك. قال لي مالكيش دعوة، أنا راضي ومبسوط، لما أبقى أعترض على حاجة ابقي اتكلمي. كنت بحاول أخليه يصرف نظر وأنا بموت من جوايا، كل ما كنت بلاقيه متمسك بيا كنت بحس إحساس اللي بيموت وبتترد فيه الروح من تاني. ولما لقيته متمسك بيا اتفقنا على الجواز ووعدني إنه هيخليني أسعد واحدة في الدنيا، وأنا صدقته وحبيت تمسكه بي. بس الموضوع ما تمش بسهولة بسبب أهله اللي عملوا معاه مشاكل كتير عشان كانوا رافضين الجوازة. ومع كتر مشاكلهم والكلام الصعب اللي وصل لأهلنا، أهلي كمان اتجرحوا وقالوا إحنا بقى اللي مش موافقين على الجوازة دي، وبقى الموضوع عند ومشاكل بين الطرفين، وخصوصاً إني كنت هتجوزه في بيت عيلة يعني وشي في وشهم على طول. لكن أنا وهو ما استسلمناش لحد ما انتصرنا على الظروف والخلافات واتجوزنا في الآخر. في أول الجواز كان شخص كويس جدا معايا، كان طيب خدوم بيحبني زي ما وعدني، لكن ما فيش حاجة بتفضل على حالها. الموضوع حصل بالتدريج، لما حلاوة الحب وبداية الجواز راحت بدأ جوزي يحسسني فجأة إنه مش مبسوط معايا. من وقت للتاني بيرمي كلمة كده، يبص بصة كده أو يبرطم، ده غير زعيق ومشاكل وخناقات بدأت تزيد حاجة في حاجة. كل ما أزعل أو أحس بالخوف أطمن نفسي وأقول عادي، كل بيوت فيها مشاكل وهي دي سنة الحياة، بلاش تكبري المواضيع على الفاضي. لحد ما عرفت إني حامل في بنت، كنت طايرة وقتها من السعادة، وقلت دي اللي هتبقى العوض من ربنا وأكيد هتشيلني لما أكبر وهتبقى بنتي وصاحبتي وأختي. وبدل ما يفرح معايا ونقعد نحلم مع بعض زي أي اتنين مستنيين بيبي، بدأت نبرة المشاكل والخناقات تزيد، كأنه مش راضي أو مش مبسوط. فضل على كده بعد ما خلفت، مع إني والله كنت ست بيت شاطرة جدا ونظيفة وكنت شايلة مسؤولية البيت والبنت لوحدي، وعمر ما ظروف مرضي أثرت على واجباتي، لا كنت بخلي حد من أهله يساعدني أو يعمل لي أي حاجة. وبعد ما خلفت بنتي بثلاث سنين حاولت فيهم أعيش وأتحمل، ربنا رزقني بعدها بولد وقلت الحمد لله بقى معايا بنت وولد، كل اللي نفسي فيه ربنا حققه. لكن في المقابل كانت المشاكل بتزيد كل يوم، وجوزي بقى يتلكك على أقل حاجة، كان مقصر في كل مسؤوليات البيت يا سالي، وأهلي هم اللي كانوا بيصرفوا علي حتى الأكل والشرب. وفي الأول كنت بتحمل وبجي على نفسي، بس بعد ما خلفت ما كنتش بتحمل إن ولادي يبقى نفسهم في حاجة أو يطلبوا مني فلوس وأقول لهم مش معايا، ما كنتش بطلب منه حاجة ليا أنا خالص،
ولو طلبت أروح عند أهلي عشان معزومة مع أخواتي ما يرضاش، ما يرضاش يجي معايا ويقول لي أنا مش بحب أتجمع معاهم ومليش في الجو ده، ولو صممت أروح يوديني من غير الكرسي بتاعي عشان لما أروح عند أهلي يتعبوا في الشيل والحط فيا، ويفضل يقول لي عشان تعرفي إنه محدش هيشيلك ولا هيقف جنبك غيري، ولو طلبت أخرج زي أي واحدة يقول لي أنت اللي زيك ملوش خروج، ولو طلبت حاجة نفسي فيها يقول لي مش معايا فلوس، مع العلم إنه صنايعي وبيكسب كويس، بس كان حارمني أنا وعيالي. الحاجة اللي كانت بتبوظ في الشقة ما تتصلحش، ولو اتصلحت تتصلح بعدها بسنتين تلاتة، ويقول لي أنا كنت بأدبك عشان تحافظي على حاجة البيت لما كنت أتعب، وأهلي هما اللي كانوا بيشيلوني وهم اللي بيجيبوا لي العلاج لو اشتكيت من أهله. يقول أنت تتغيري في أي وقت، إنما أهلي ما يتغيروش، ولو هم اشتكوا مني يبقى يوم أسود عليا. لما أهله كانوا بيطلبوا منه فلوس كان على طول يديهم أي حاجة يطلبوها، لكن أما أنا أطلب منه فدايما كان يقول لي ما معيش، ووصل بيه الحال إنه كان قافل على كل حاجتي وعفشي. لو طلعت حاجة واستعملتها عشان أفرح بيها شوية يبهدلني وياخدها تاني ويقفل عليها ويقول لي أنت ست بيت فاشلة، بس لو أهله طلبوا حاجة من حاجتي يطلعها لهم عادي. كان متحرم عليا أطلع أي حاجة من حاجة الجهاز، ولو طلبت حاجة من أهله يقول لي أهلي مش ملزومين بيكي، أهلك هم اللي ملزومين بيكي. تخيلي يا سالي، ما كانش بيسيب ليا حتى لو 5 جنيه عشان أجيب بيها فطار للعيال، وياما نمنا من غير عشاء عشان ما فيش حاجة ناكلها، وأوقات كمان أهله كانوا هما اللي بيطلعوا ياخدوا مني الأكل اللي أنا طبخاه، وبدل كلمة شكرا كانوا بيعايروني بظروفي كتير قوي، كنت بسكت وأتحمل. لو لقاني لابسة أو حاطة ميك اب في شقتي يقولي أنت بتتزوقي لمين، لو غيرت شكلي أو لون شعري أو عملت حاجة جديدة يقولي شكلك مش عاطفي، أنت كبرتي ما بقيتيش صغيرة على الكلام ده، مع اني لسه في اول الثلاثينات. كان دايما محسسني اني اقل من اي ست، عمري ما سمعت منه كلمه حلوه، كان مفهم الناس كلها اني نايمه خالص ما بعملش شغل بيتي عشان قاعده على كرسي، وان هو اللي شايل المسؤوليه وبيعمل كل حاجه في البيت، وكنت انا الشماعه اللي بيعلق عليها كل مشاكله. مع كتر المشاكل والخلافات كان بيطردني بالليل عشان اسباب تافهه، بس أنا ما كنتش بمشي، كنت بقول يمكن زهقان، ولما كنت أغضب وأروح لأهلي وأرجع تاني يقولي أنا ما كنتش عايزك، إيه اللي جابك؟ ومرة على مرة بقيت فعلا مش عايزة أرجع، لكن للأسف أهلي كانوا بيرجعوني ليه غصب عني. من أكتر الحاجات اللي قفلتني منه أني كنت ساعات أقوله أنا عايزة أكمل علاجي، يرفض ما يرضاش، ويقولي انت مستعجله ليه؟ اديكي قاعده. وراح اشترى ارض عشان يوسع من شغله. استحملت الضرب والاهانه والبهدله والبخل عشان خاطر عيالي، بس جيت في يوم صبري خلص وقلت مستحيل ارجع له، ورحت عند اهلي وفضلت هناك 2 سنين واقفه على الطلاق. هو مش راضي يطلق عشان مش عايز يديني حقوقي، كان واخد مني عيالي ما كنتش بشوفهم، فرفعت قضيه في المحكمه، ولما راح له إعلان القضية وافق على الطلاق، وحصل الطلاق بشكل ودي بعد ما اتفقنا إن العيال هتبقى معايا، وهو مضى على كده في المحكمة. لما جيت أخد قيمتي لقيت واخد كل حاجة أو حاجات كتير قوي من حاجتي، حوالي النص، بس أنا قلت مش مشكلة، واتفقنا إنه هيدفع 1000 جنيه نفقة للعيال. وحياتي مشيت بعدها بشكل كويس، بدأت أخيراً أستقر أنا والعيال اللي كانوا بيروحوا لباباهم آخر الأسبوع، بس جه في آخر مرة مرضيش يرجعهم، بعت له ناس كتير في البلد عشان يرجعهم بشكل ودي من غير مشاكل وبرضه رفض، وقال للناس إن العيال رافضين يرجعوا عشان أمهم بتضربهم، مع إني عارفة ومتأكدة إن عيالي مستحيل يقولوا كده، ورفعت قضية في المحكمة إنهم يجوا بالقوة الجبرية، وبقالي على الحال ده 4 شهور معرفش عنهم حاجة. معقول أكون غلطت عشان عايزة أعيش مرتاحة؟ رفضت أعيش مع واحد شكاك بخيل ومعلق عليا كل مشاكله، عايرني بظروفي،
أرجوك يا سالي، عايزة حد يساعدني أرجع عيالي، أنا أم وخايفة على مستقبلهم، علما بأنهم لما كانوا عندي كانوا بياخدوا دروس، ما كنتش مقصرة معاهم في حاجة، وفلوس أبوهم ما كانتش بتكفي مصاريفهم. كنت بقول مش مشكلة، أبوهم مش هيعلمهم كويس، وأهله مش بتوع تعليم، واللي يأثر فيه أنا هكمله وأربي عيالي تربية صح وأعلمهم تعليم كويس. قولولي أعمل إيه؟ ماشي، نقف عند قولولي أعمل إيه. لحد هنا خلصت رسالة ياسمين، رسالة كلها مشاكل، مرض بيعايرها، واحد جاحد، فوق ده كله عيالها تاخدوا منها يا حرام. طب تفتكروا بقى طليق ياسمين بيعمل معاها كده ليه؟ وليه اتغير؟ وإيه اللي المفروض ياسمين تعمله دلوقتي عشان ولادها يرجعوا تاني لحضنها؟ وياما سمعنا عن مشاكل زي دي كتير قوي، والمحكمة بتحكم لها وبرضه ياخد العيال وما يظهرش. طب وآخرتها؟ بتاع عنده بعض في العيال؟ أسئلة كتير قوي في حكايتك ياسمين. استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهاردة عن ياسمين اللي اكتشفت وهي مخطوبة ان عندها مرض صعب خلاها تدخل اكتر من عملية، لحد ما وصل بيها الحال ان هي بقت قاعدة على كرسي متحرك. ساعتها قالت لخطيبها كل شيء اسمه نصيب، تفضل شبكتك وحاجتك، انا مش هقدر اظلمك معايا. بس هو رفض اتمسك بيها رغم ان اهله كانوا مش موافقين. بعد مشاكل بين اهله واهلها اتجوزوا، قعدت معاه في بيت عيلة. بعد الجواز بوقت قليل قوي كل حاجة اتغيرت، بقى يعايرها بمرضها، ما بقاش يصرف على البيت، مخلي أهل ياسمين هما اللي بيصرفوا عليها، حتى علاجها كان بيستخسر يجيبه. جابت منه بنت ولد، فضلت مستحملة ضرب، إهانة، شتيمة، بخل. اضطرت في الآخر إن هي ترفع عليه قضية طلاق، زي ما احنا عارفين قصة بتخلص على إيه. استلم إعلان القضية، طلقها بالود، اتفق معاها إن هو هيديها كل شهر 1000 جنيه نفقة مصاريف لابنه وبنته، وهي تسيبهم يروحوا له في الأجازة آخر الأسبوع زي المتعارف عليه برضه. لحد ما في مرة خد العيال ما رجعهمش. ياسمين رفعت قضية في المحكمة، بقالها لحد دلوقتي 4 شهور ما تعرفش عنهم حاجة، مش عارفة تعمل إيه. عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور غاده المعطاوي، استشاري العلاقات الاسريه، عشان نشوف هنعمل ايه. منوراني يا دكتور غاده، اخبارك ايه يا دود؟ الحمد لله. ايه رايك بقى في قصه النهارده؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه رايك؟ سمعتي عنها كتير صح؟ ايه رايك في المجمل؟ جدا جدا. يعني انا مش عايزه ان احنا نقول للبنات انه اللي هيقول لك انا متمسك بيكي وهفضل معاكي طول العمر بيخلف وعده. علشان هي اصلا من الاول خالص كانت علاقه تفاعليه كاذبه. يعني ايه؟ يعني هو كان حاطط الماسك، واول ما حصلت ازمه اتشال الماسك. طب ازاي اعرف ان اللي قدامي حاطط ماسك ولا لا يا غادي؟ ما هي دي المشكله بصراحه يا سالي. المشكله ان احنا ما بنفكش اعتماديه من الاول خالص. يعني ايه فك اعتماديه؟ يعني انا ما ببقاش عارفه اصلا لا احتياجاتي ولا قيمي، وبما ان انا لا انا عارفه لا احتياجاتي ولا قيمي، ولا عارفه اصلا شريك حياتي احتياجاته ايه وقيمه ايه، فبتحصل مشكله من هنا. وبعدين ما بعرفش كمان اقيم حدود. يعني ايه اقيم الحدود؟ ايه الحدود المفروض تبقى بيني وبين شريك حياتي، سواء مخطوبين او متجوزين او حتى عندنا عيال؟ ايه حدودي وحدوده؟ حدودي وحدوده الحدود الصحية، يعني معناها أنا ليا وقتي الخاص بيا، هو ليه وقته الخاص بي، وفي وقت إحنا بيبقى كومن ما بيننا وبين بعض. الست في مصر ليها وقت ليها؟ ولا وقت للطبيخ وأشوف العيال وحميهم؟ بس المفروض يبقى ليا وقتي الخاص، يعني أروح الكوافير، أشوف نفسي، أقعد مع أصحابي. لازم أقوله من قبل ما نتجوز أنا ليا وقتي وأنت ليك وقتك. بالزبط. أو يوم في الأسبوع أنت مع أصحابك وأنا مع أصحابي، وبقية الوقت ممكن نخرج أو نقعد مع بعض. طبعا ده عادي، وده ده مطلب الصح. عادي. طبعا وده الصح. معلش لما نبقى على طول مع بعض كده هنزهق.
طبعا ده طبيعي جدا، احنا كبشر هنزهق. انما لو في اوكي هو له وقته الخاص بيه وانا ليا وقت الخاص بيا، وفي نفس الوقت احنا مع بعض باختيارنا، لا انا مفروضه عليه ولا هو مفروض عليا، صح ولا لا اوكي لا ما تروحش مع اصحابك، لا انت ما تروحيش عند اهلك، وده اللي حصل معاه حكايه ياسمين. ما تروحيش لاهلك، تروحي اهلك ليه؟ بس قبل ما انا عايزه، انا قبل ما نخش في حكايه الاهل والمؤهل الدراسي او المستوى التعليمي، انا عايزه اتكلم على حاجه. وانا بختار يعني انا دايما حتى وانا بختار كنت بقول كده، اخد اللي يشيلني لو لا قدر الله جالي مرض، بس انا ما اختبرتوش، بس انا احساسي قال لي المفروض نختبره. يعني لو حد عمل تمثيليه ان هو عيان او ان هي عيانه، ده صح؟ اقول لك على حاجه يا سالي، للاسف ان معظم اللي بيبقى لابسين ماسكات صعب انك انت تكتشفيها، مش اي حد يقدر يكتشفها، لازم يكون متخصص هو اللي يقدر ان هو يكتشف الموضوع عشان كده بيقولوا في الخطوبه المفروض نروح لمتخصصين، ده صح؟ طبعا اخده ونروح ونجرب طبعا طبعا. بس الناس تقول لك لو مش عارفوا يحلوا مشاكلهم ويدخلوا بينهم دكاتره ومتخصصين يبقوا ما يكملوش مع بعض. ليه دايما بنبص للمشاكل بس؟ ليه ما بنبصش بس للعلاقه بقى؟ الخلافات على طول كده هوت. طب والعلاقه ما بينه وبين بعض؟ صح، احنا تفكيرنا مختلف، لغتنا مختلفه، اسلوبنا في التعامل مع الضغوط مختلف، هنتعرض كده كده شئنا ام ابينا لثمان تغيرات بتحصل في حياتنا. ايه الثمان تغيرات؟ الثمان تغيرات دهيت اول حاجه فتره الخطبه، ده تغير من التغيرات ومختلف عن التغير الثاني اللي هو الجواز وانجاب الاولاد، تغير. ولو انا اتنقلت من مسكن لمسكن سواء في نفس البلد او حتى في دوله اخرى، ده تغير. طبعا ان انا ادخل شغل او اسيب شغل، ده تغير. ان في مرض من يسيبني انا او يسيب حد حتى من العائله، لو دور برد، ده تغير. طبعا طبعا. الاسكادجول بتاعك، الجدول اعمالك او كده هوت، او اللي احنا بنعمله النهارده حصل فيه مشكله بيتغير، خلل المال، اي حاجه، ده ضغط. ان في كارثه لا قدر الله تحصل في دوله من الدول، واحنا كلنا على فكره بنتعرض ليها، زلزال، حروب، ثورات، واتفر، ده تغير. هنتعامل معاه ازاي؟ كورونا، تغير. كورونا او صح، ده دي عرفتنا الناس كلها، ده دي حصل فيها يا نسبه انجاب يا نسبه طلاق. يعني الكورونا ما حصلش فيها حاجه تانية يا جماعه في اجتماعيا، ده غير ان نسبه اصلا الطلاق 50% من في اول 5 سنين جواز. ليه دي بقى؟ دي نسبه عالميه. ليه بقى؟ يعني انا كنت دايما بقول لهم اللي يعدي اول سنه ده من غير طلاق ده بطل. لانه طبعا. اصلا الجواز ده معجزه، ان حد طبعا. يكمل فيه ده معجزه الهيه، يعني دي لا مني، مع احترامي للجميع، زي ما انا دايما مقتنعه انه ربنا اللي بيربي العيال، يعني ربنا اللي هيجيب لي العيال سالمين غانمين ويرجعوا، مش انا اللي هربيهم واقول لك انا زرعت فيهم القيم يا حبيبتي، لا، يخلق من ظهر العالم فاسد. فالجواز انا بشوف كده، مهما انا كنت كويسه، مهما هو كان محترم، ممكن يحصل اي مشكله، اي فلته، حد يخرج عن شعوره بسبب الضغط، فنضطر ان احنا نوصل للطلاق، فما فيهوش ضمانات، بس هي معجزه الهيه ان احنا معجزه ان احنا نكمل. بس لازم اول 5 سنين دول لو عدوا بسلام يبقى خلاص، ولا 50% لازم يكون فيها طلاق، طلقه على الاقل؟ والله بصي اقول لك على حاجه، لو هم فكهم اعتماديه من الاول خالص، لا يقدروا طبعا يكملوا. لو هم عارفين قيمهم وعارفين احتياجاتهم وعارفين يحطوا حدودهم السليمه، هيقدروا يكملوا. يعني ايه فكهم الاعتماديه؟ يعني يعرفوا يعني ايه يتعاملوا مع بعض بشكل سليم، يعني ايه في حدود ما بينهم صحيه، يعني ايه انا ليا وقتي، يعني ايه هو ليه وقته، يعني ايه احنا لينا، انا ليا دوري هو ليه دوره، سواء ما يوقفهاش مع الصنايعيه او يعني هو ده دورها. ولما هي لا طب ولما هي قالت في القصه انه الحاجه بتفضل بالسنتين ثلاثه، انا ضحكت لان دي اغلبيه البيوت المصريه او العربيه، بس دي بتبين حاجات كتير. يعني انا لما اقول لك في الخطوبه مره واثنين وثلاثه، اقف مع الصنايعيه عشان يركب مش عارف ايه، اقف مع الصنايعيه عشان يركب مش عارف، ده بعد كده في الجواز بيقول نضربه في 10. اللي انت بتعمله في الخطوبه ده انت كده لطيف ولذيذ، بعد كده هيبقى اكتر، صح؟ طبعا. في حاجه اسمها مخطط يا سالي. يعني ايه مخطط؟ يعني زي بالظبط ايه بيشبهوها بالكدمه. انت لو انت عندك كدمه وانا لو عندي كدمه مش هنحس بيها، انما لو حد جه ضغط عليها هتوجع، ولو ضغط زياده وجع ازيد فازيد فازيد.
اول مخطط حصل عندهم لما هو جه يخطبها. ايه اللي حصل؟ اولا في علاقه تكافليه ما بينه وبين مامته. يعني ايه علاقه تكافليه؟ يعني ايه؟ الام بتحبه حب مشروط، انت هتعمل لي وتعمل لاخواتك وي 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 وي، وده اللي ظهر بعد كده هوت لما حصل لهم انا لما يقولوا له احنا عايزين فلوس بيه على طول يدي لهم على طول. بالظبط كده هوت بالظبط. وجبنا لك واحده تخدمنا في البيت ببلاش وبتاخد الاكل وبنطلع ناخد الاكل من غير حتى ما واحنا اصلا شكرا. مش راضيين عنها. وانت علشان ترضينا اوكي لازم تعمل وتعمل وتعمل لينا احنا بس. وجمله انت تتغيري انما اهلي ما يتغيروش، دي ايه يا غاده؟ دي تحكم زائد. دي سكيمة. يعني ايه بقى؟ لا انا عايزه الكلام الكبير. ده مخطط. يعني ايه مخطط؟ يعني هو من الصغر ما اشبعتش لديه مامته حته اللي هو التعلق الامن. حته ان انا ادي لابني اصلا اللي هيخلص اكله انا هحبه، اللي هيجيب لي ورده انا هحبه، اللي يسمع الكلام انا هحبه، اللي انا ممكن احبه من غير كل ده ما هو ابني. وده الصح. صح؟ فلا حب لازم المشروط. تديني 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 علشان ارضى عنك. طب ايه رايك بقى في اللي بيستخدموا العيال ضد بعض؟ وده بقى الاغلبيه برضو في المجتمع. يعني انا دايما عمري ما بعمم، بس الجيل اللي بقيت اشوفه انتم مطلعين جيل مشوه. ده بابي مش عايز يشوفنا، حتى لو هو مش عايز يشوفك انا اقول له ان ابوك مش عايز يشوفك؟ اقول له ان ابوك ما جابش فلوس؟ اقولها له، بس اقولها له ازاي؟ ازاي اقول له ان بابي فيه مميزات كذا وكذا وكذا والعيوب كذا وكذا وكذا، طب انا محتاجه منه ايه؟ انت محتاج منه ايه؟ انت دورك ايه وانا دوري ايه؟ يفهم الكلام ده يا غاده؟ طبعا بشويش، وبان انا افهمها له ستيب باي ستيب هيفهمها، وهخليها له على مواقف حياتيه، مش مجرد ان احنا لا بكلمه كده هوت في حاجه مش احنا مش فيها، لا انت عايز ايه؟ وبعدين اقول لك على حاجه، اهم حاجه الاطفال يتعودوها ان هم يتدربوا على القياده، ازاي اقود؟ يعني المفروض اعلمه كده من هو صغير، اقول له يعني حبيبي احنا خلاص بقينا دلوقتي منفصلين انا وباباك، فاحنا دلوقتي هنعيش حياه هتبقى عامله كذا كذا كذا، واقول له انا محتاجه تبقى الراجل بتاعي في البيت، ولا ده يخليه مسؤوليه كبيره؟ هو ده بقى اللي بيعمل الاتكاليه صح؟ لا. ولا بيعمل ايه؟ ولا بيخليه معتمد عليا في كل حاجه؟ ولا دي بتعمل علاقه عامله ازاي؟ بتعمل بني ادم قوي من بره وهش من جوه. ما انا راجل فلازم اوري لمامي ان انا راجل. يعني انا ساعات بشوف امهات تقول لك اصل ابني زعق لي، اصله بيغير عليا، اصل ابني ما تتاخريش يا مامي. هو ده دوره؟ لا مش انا ابني زعق لي ويقولي ما تتاخريش يا مامي، وليه يا حبيبي؟ ليه تقول لمامي لما اقوم اضرب بدور في كلكم الضرب ليه؟ بالامان لما تبقى مامي معاه، عشان هي مامي ادت له ان هو الامان كله في الدنيا معايا انا بس. والاطفال اللي بيقعدوا يتكلموا امهاتهم على طول انه فيديو كول، انه انت فين يا مامي؟ انت بتعملي ايه؟ انت مع مين يا مامي؟ ده عادي؟ ملك مامي بقى. لا ما هو انا ما انا ما هو الملك ده محتاج يشوف نفسه شويه عشان يرجع لكم حلو في البيت. بالظبط. عشان ما اقومش برضه تاني اضربكم كلكم. عرفتي حته اللي هي بقى اللي هي فك الاعتماديه ازاي؟ انا ليا وقت يا جماعه، انتوا ليكوا وقتكم، وفي وقت كامل ما بيننا وبين بعض. بفكها اعتماديه اصلا مع اولادي مع جوزي، ده اهم حاجه. ايه واقع اللي حصل ده عليها نفسيا لما ام يتخذ منها عيالها؟ هو اني اقوى؟ غريزه الامومه ولا غريزه الحب للزوج؟ يعني لو خيروني بين الاثنين الواحده بتختار ايه؟ يعني انا ما عنديش عيال فما اعرفش اني اقوى. اكيد الامومه. اقوى أكيد من الأمومة. اي حاجه؟ اكيد طبعا دي غريزه في المراه. يعني الست تعرف تعيش من غير راجل طول عمرها لكن ما تعرفش تعيش من غير عيالها لو اتاخد منها عيالها؟ طبعا ده للامهات الاسوياء، بس في امهات غير اسوياء بتبقى اضطرابات في الشخصيه. يعني اللي بتخرج عن القاعده دي تبقى هي اللي غير سويه، مش احتياجاتها غير؟ طبعا. يعني ايه احتياجاتي؟ احب واتحب واقعد اشرب شاي العصاري ونسمع الست ونقول كلام حلو. في ستات بتبقى كده. ده اهم من الامومه؟ ان انا اربي عيال واطلع جيل حلو واتحضن كل يوم حضن بريء ما من غير اي حاجه في الدنيا بيحبني كده لله؟ انت بتقولي حضن بريء. في كم ام بتحضن اولادها بجد؟ طب ليه ما بيحضنوش؟ يعني بتبقى عشان ايه؟ عشان ما فيش وقت، عشان بشتغل هنا وهنا وهنا وبابي مش موجود ساعات وكده هوت، فانا باخد دور الاب والام
وبنسى نفسي وبابي بيسيبني وما بيأديش دوره بشكل سليم، فما فيش اللي هي الحنيه ديت، وانا ما خدتش الحنيه ديت وانا صغيره. اوكي ما اديهاش لاولادي. انا هسالك عن الحل الودي انه ازاي نرجع الاطفال. بس الاول هناخد راي القانون. معانا الاستاذ عبد الغني السماحي المحامي بالنقد. مساء الفل يا استاذ عبد الغني، اخبار حضرتك ايه؟ على راسي وتسلم لي، الحمد لله. منورنا. نورك يا فندم والله. ايه رايك بقى في الاب اللي بيخطف ولاده، ده عقوبته ايه في القانون؟ وما فيش عقوبه اصلا، وما فيش حاجه اسمها اب يخطف ولاده في القانون. معقوله يعني انا اوديهم لك الويك اند ما ترجعهمش يبقى انت خاطف؟ لا، ما فيش جريمه في القانون ما اب يخطف ولاده ولا ام تخطف عيالها، لو حتى هم رايحين لباباهم برضاهم او بحكم المحكمه. بالظبط. بالظبط. حلو قوي. ما فيش يعني، قول لي عشان في ناس تقعد تقول لك ده خطفهم، عايز اسمع بقى. ما فيش ده دلوقتي، ده راجل اب يعني ولي طبيعي. مفيش حاجه اسمها، مفيش جريمه في القانون اسمها اب يخطف ولاده. طب هم اللي بيمضوهم في المحكمه يا استاذ عبد الغني ان هو ياخدهم يشوفهم ويجيبهم؟ بصي بقى، ما هو المحكمه دي يعني في القصه اللي قدامنا دي، هل هم في المحكمه قدام القاضي تم الصلح ولا في مرحله التسويه الوديه؟ في مرحله من المراحل المحكمه بتعرض الصلح على الطرفين وفقا للشرع. فلو تم الصلح والزوج اشترط على نفسه، والله انا هعمل 1 2 3 4، ما هو قال هو بيتهيألي طالما هم وصلوا لحل ان هو النفقه تبقى 1000 جنيه شهريا، فاحنا متصالحين ومتفقين وانت محترم وقد كلمتك. بس ده كده تخطف العيال ليه بقى؟ ما انا مقتنع ان هو خاطفهم، مش قادره احس انه. طب 4 شهور مش عايز تجيبهم ليه؟ طيب خلينا نفرق بين حاجتين. ها، بين الحضانه، عشان دي يعني انت طبعا بتتكلمي ان انت متخيله ان هو خاطف ولاده. لا، هو ما فيش اب بيخطف ولاده. فاحنا نفرق بين الحضانه، حتى لو اتفق قدام القاضي ان هو الحضانه تكون مع الام. ونفرق بين النفقه. فهو اتفق مثلا على نفقه على نفسه بنفقه مثلا 500 جنيه 1000 جنيه كده، دي خلاص اصبحت حكم نافذ عليه وبينفذ عليه. انما طبعا احكام الحضانه في القانون المصري بسبب الاشكاليات لو تفتكري اللي كانت في التسعينات والالفينات وكده، فاتمنع تنفيذ القوى الجبريه. ما ينفعش بقى ان انا ايه، والله زي ما كنا بنشوف الافلام زمان لو تفتكري، انا خدت حكم حضانه فاروح جايب البوليس بقى واخد العيال والكلام اللي كان بيحصل. دلوقتي ما فيش الكلام ده؟ بيراعوا، لا طبعا بيراعوا نفسيه الطفل، ما عادش فيه الكلام ده. بس دلوقتي بنقول ان هو يعيش مع مين؟ الحضانه لمين؟ هي خدت الحضانه، هو دلوقتي واخدهم بقى 4 شهور، ده حقه. خلي بالك، خلي بالك من نقطه بس، عشان ايه؟ احنا بنتكلم على ياسمين، المفروض ان هي عندها مشكله صحيه، صح؟ انت عارف ان هو ممكن اصلا يرفع قضيه بيستند فيها لمرضها العدوي دوت. ما هو يا استاذ عبد الغني هو وافق، ما هو وافق وماضي على نفسه، يعني هو دلوقتي هو ممكن يعمل كده. هي حلها ايه بقى؟ هي حلها حلها ان مامتها تاخد الحضانه، ان مامتها هي اللي تاخد الحضانه. بالظبط. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، ايه عشان برضو الستات كتير بتسمعنا واحيانا بيحصل انفصال او طلاق، فبتبقى خايفه ان هو ياخد منها حضانه الاولاد. انا اعرف ان هي لو بتعمل حاجه مش كويسه، يعني لو هو صورها فوضع مش كويس او 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 بتسهر بتتاخر شغلانتها بتخليها ما بتشوفش عيالها كتير، ده من حقه. ودلوقتي حضرتك تقول في حاله المرض ان هي تكون قادره تراعي عيالها. انت عايزه تعرفي الحالات اللي فيها ارجوك يتم اسقاط الحضانه. ارجوك. بص يا ستي، هم 6 حالات. لو تم اتهام الام بحكم قضائي يكون نهائي في قضيه تمس بالشرف. دي واضحه. الحاله الثانيه ان الام تتزوج من راجل اجنبي، يعني راجل غريب عن الولاد. من حقه انه ياخد الحضانه. بس هو لازم يثبت ان لازم يثبت الزواج. يعني الزوج هو اللي لازم يثبت ان الام تزوجت، لان طبعا في بعض الاحيان، ما اعرفش انت تعرفي ولا لا، الام بتلجا للزواج العرفي. طبعا يبقى العيله كلها عارفه، هو مش لازم هو يعرف. حاجه ما تخصوش. هو لازم يثبت النقطه دي. تمام. الحاله الثالثه بقى، لو هي امتنعت عن اللي هو خد حكم رؤيه، وهي امتنعت عن اعطائه حقه في الايه، في رؤيه. كام مره؟ 3 مرات. 3 مرات لو هو ليه حكم رؤية، يعني من حقه ان هو ياخد الحضانة. في الحالة دي بقى طالما انت خدتيها تفصيل نكملها تفصيل. ارجوك. ايوه، لان انا بشوف امهات فعلا بتمتنع عن الرؤية. بتمتنع 3 مرات. اصل البنت كان عندها دكتور سنان فما عرفنا الجمعة. هو في الحالة دي بقى يعرض الامر على قاضي التنفيذ واللي يؤمر بانذار الحاضنة، تمام، بتنفيذ حكم الرؤية. وفي حالة امتناعها بقى تسقط الحضانة.
لثلاث مرات لو امتنعتي ثلاث مرات بالظبط، بس عن طريق قاضي التنفيذ برضه برضه يعني ما بتتمش كده، بس بيثبت عليها انه ثلاث مرات. انا كنت جايه اشوف بنتي وانت القانون بيقف، يعني انا دايما اكررها لك برضه، القانون الاحوال الشخصيه في مصر بيقف قلبا وقالبا مع الام. ما هو دلوقتي الرجاله هي اللي بتشتكي يا استاذ عبد الغني. بالضبط. يعني انا بشوف الرجاله يعني بقوا يكتبوا بوستس على الفيسبوك ومناشده ومش عارفين، الرجاله اللي بتشتكي فعلا. ايوه القانون فعلا انا بشوفه منصف جدا للمراه لانه هي ام. بالظبط. طب والرابعه، الحاله الرابعه؟ الحاله الرابعه بقى في حاله اهمال الحضانه بقى. كان في عدم امانه في تربيه الطفل، بتسيب الولد وتمشي. في رجاله بتقعد تصور فيديوهات، يفضل مستني مثلا الساعه 1 بالليل تحت البيت عشان يثبت ان هانم لسه ما جاتش. افرض يا اخي ان هي شغلها بالليل يا اخي. لا احنا ومنيمه العيال ومامتها معاهم، حاجه ما تخصكش يا اخي. لا احنا هنخلينا في لو احنا حسن النيه يعني ان هو يثبت دوت مثلا عن طريق ان الولد بيسقط كتير في المدرسه، ما بيروحش المدرسه. طب ابنك على قده وطالع لك. بالظبط. يبقى انا ربيت وعلمت وكبرت، ابنك على قده ومش بيركز ومش ذكي زيك، يبقى انت تحاسبني انا وتاخدهم. انا بقول لك ده مثال. طب والخمسه بقى كمان؟ الخمسه بقى ان هي تكون مريضه المرض العضوي اللي انا بقول لك عليه. لو ممكن لو هي بتتعالج لو لا قدر الله كيماوي او على كرسي متحرك او مرض بيخليها ما تقدرش تقوم بمهامها كأم. خلي بالك. بالظبط. وخلي بالك ان القاضي برضه بيقيمها. طبعا. يعني القاضي ممكن يشوفها هي مريضة ولكن هي قادرة على تربية الأبناء. وبرضه بكرر لك يا سالي إن القضاة في مصر يعني ولله الحمد ما بيحرموش أم من عيالها. دي حقيقة. دي حقيقة. خلي بالك الموضوع مش بالبساطة اللي الأمهات متخيلاه. لا أنا بشوف لا إن قضائنا لا قضاء عادل وشفت كتير في كذا حد من صحابي وكذا حد من اللي حواليا، دي حقيقة. القضاء في مصر رحماء جدا بصراحة في النقطة و و وحتى القاضي حتى لو كان اللي قدامه الورق بيحكم وأوبزرفر بيشوف هل هي قادرة إن هي تساعد نفسها تعمل كذا تعمل كذا، أكيد ليه نظرة. طب والحالة الستة؟ طبعا الحالة الستة اللي هي بلوغ الصغير بقى سن 15 سنة بيخيروه في إنه يقعد مع والده أو والدته. فهي دي الحالات اللي تسقط فيها الحضانه عن الام. غير كده ما فيش قاضي في مصر. طب هل دلوقتي في طريقه وديه ان احنا نجيب العيال؟ هي الطريقه الوديه ان هي ترفع تعرض الامر على قاضي التنفيذ تعكس. هي عملت كده دلوقتي وبقى لها 4 شهور وخدت حكم ان هم يرجعوا لها، ده يتنفذ في قد ايه ولا ده نعمل ايه؟ في هل ما احنا مش عايزين قوه جبريه والحاجات اللي حضرتك قلتها، بس انا عايزه حقي اعمل ايه؟ لا لا هو لو التنفيذ بيتم بشكل سريع، خلي بالك ما بيطولش لو هي خدت الحكم. يعني مش محتاجين احنا نروح للاسم اللي جنبنا وهاتوا لي عيالي و لا 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 او وهم نازلين يشتروا حاجه خدهم انا كمان زي ما هو خدهم. فعلا للاسف ده ممكن. للاسف ده فعلا وبيحصل. انا بشكر حضرتك ونورتني. ميرسي يا استاذ عبد الغني، ميرسي جدا. هو احنا لو خدنا العيال من بعض والعيال هتتاثر نفسيا؟ اكيد طبعا. قبل ما افكر ان انا ما هو في الاخر، طب انت واخدهم مني. انا ارجعهم ازاي يا غاده؟ طب ما انا هعمل زي ما انت عملت. هعمل ايه؟ وبعدين؟ هخبيهم. انت عارفه ان في احيانا في الحضانه او في المدارس مش بيسلموهم لحد غير الاب والام، ممكن اقول لهم ما تسلموهمش للاب، يعني ما اقدرش ادوم لعامه. لو انا رايحه اجيب بنت اخويا فعلا لازم تبقى هي مبلغه عشان ساعات بيعملوا الحركات دي. لو انا عملت كده ده تاثيره ايه على العيال نفسيا؟ لا طبعا هياثر على العيال نفسيا، لان في اب موجود اوكي هما بيروحلهوش، ما فيش حنان اب. ما انا كل ما اوديه ياخدهم بالاربع شهور وما يجيبهم ليش ويقولوا ان انا بضربهم. فده ايه؟ ده حله ايه؟ يعني انا كنت عامله حركة حل ودي، ايه؟ اكيد الكلام بالادب مش هينفع. بصي اقول لك على حاجه، هو ساعتها لازم يبقى في قعده عائليه ما بين العيلتين. دلوقتي يا جماعه مش انا ومش انت، الاولاد دول محتاجين ايه؟ انت دورك ايه وانا دوري ايه؟ ما انت حارمهم من الام دلوقتي. يعني انا ما رضيتش احرمهم من الاب وكنت محترمه، يعني تحرمهم بقى هم مني ليه بقى؟ هنلوم وهنعاتب مش هيجيب حاجه. مفيش. واكيد ام زي دي اكيد ما عندهاش. هنرجع نقول ثقه، انا واثقه فيك انك انت هتعمل الصح. هناخد وقت، هناخد وقت، بس ما قدمناش حاجه
غير ان احنا ندي دايما الثقه ليه ان هو هيعمل الصح للعيال وهم عايزين كذا وكذا 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 وكذا، وانت عارف ده هو هتقدر تعملهم ايه. دايما ارمي له الكره في ملعبه، خلاص بلاش انا. ايه رايك في بيت العيله؟ انت شايفه ايه؟ ده 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 صدمه، ده رياكشن صدمه. بيت العيله، طب هي انا شايفه حاجه من الاخر، هي هم ممكن فعلا يخلوهم يسيبوا اصلا المدرسه. لا انا قصدي العيشه في بيت عيله، يعني انا شايفه ان العيشه مع اهل الزوج صعبه جدا، بس مع اهل الزوجه غير، لانه احنا دايما بنبقى عايزين نريح بنتنا. انا جوز بنتي ده يقعد ويتدلع واعمل له الاكل، لكن مرات ابني ده لو كان متقبل. هو ما كانش متقبل اصلا اهلها من اصله، فده معناه ايه؟ يبقى انا اروح اقعد معاه في بيت عيله، يعني انت مش متقبل اهلي وانا اقعد معاك مع اهلك وابرهم وابقى كويسه، مع انهم اصلا مش صله رحم ليا، صله رحم لعيالي، انا مش هتحاسب عليهم. اعمل ايه؟ اعمل حدود معاهم، يعني يطلع لي في اي وقت ويطلب اكل. لا اقولها ازاي دي؟ محتاجه حته حنكه منها، ازاي اقود الموضوع ده هوت بشياكه بالظبط. في اقول لك على حاجه، دكتور خطاب الله يمسيه بالخير قال لنا على حاجه حلوه قوي. راح الصعيد عند زعيم قبيله وقعد معاه هو وزوجته، فقالت له الزوجه كان بيسالها يعني بيقول لها مين اللي بيقود هنا البيت؟ قالت له بص انا مش هقول لك على حاجه. بس احنا ما بنقولهاش، ما ينفعش نقولها. انا هقول لك على موقف بسيط جدا. بنتي جالها حد علشان يتجوزها، ما عجبنيش. قلت له ايه؟ يا زين ما اخترت. ويوم بعد يوم اقول له بس هو اصلا عمل كذا وكذا، بس على فكره انت برضو اختيارك انا ما اقدرش اقول على اللي انت بتقوله اي حاجه. هو الراجل بيجي كده بيعمل وبيعمل وبيعمل بالراحه لغايه لما وصلته لايه؟ لان هو بقى على الراي. بس الراي رايك. لا استحاله ده هو هيبقى اصلا هو ده جوز بنت. لا ده في ستات بتقعد تعمل كده، يعني تقعد تسيب جوزها لحد ما انت ماشي صح. انت ماشي صح، اول ما تلبس تعالي لي، يعني اول ما تحس ان انت غلط تعالي لي وانا هقول لك المفروض كنا نعمل واحد وانا ايه متقبلاه. انا مقدراك متقبلاك واثقه انك انت هتعدي من اي حاجه، وحتى لو حصل دروب هتطلع تاني وهتبقى زي الفل. هو خلاص حافظك ان هو انت بتقولي الثلاث حاجات دي. فيلف يلف ويعمل الغلطات ويرجع لك، عارف ان هو اول ما هيشوفك هو الثلاثه دول اصلا بيبقوا قصاد بينهم. ايوه طب ما تقطمنيش، انا كنت عارف. انا عارف. لا بالعكس. ولا بتقطموا ولا حاجه. انا عارف انا عملت ايه وكده هوت، بس انت صدر الحنين وانت هتبقي معايا وهنعديها. هنعديها. طب احنا بقى ازاي واقول له ايه؟ هتعديها طبعا، انا واثقه تماما انك هتعديها. ممكن اكون ما كنتش عارفه اصلا عن الموضوع ده حاجه اصلا. بس التشجيع، والرجاله تحب التشجيع قوي. هم الثلاثه دول حلوه البطه جميله كل يوم تصحي على النشيد. حلوه البطه جميله بتبسط قوي، انفخيني كمان. انا متقبلك. انا مقدرك، انا واثقه انك انت هتقود علاقتنا لمكان اعلى حاجه قدام منك. يوديني اماكن عمري اعلى حاجه وانا مش عارفه اصلا اي حاجه. هيوصلك. طب النهارده بقى عشان نوصل ياسمين للي هي عايزاه، هو ازاي ام تقدر تقعد من غير عيالها 4 شهور كده؟ صعب طبعا. يعني دي بتنام ازاي؟ بتاخد مهدئات؟ بتعمل ايه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. يا اما تكون يعني مش عارفه صبر ايه على اللي عندها ان هي تبعد عن لا صعب، صعب جدا. بس ما قدامهاش غير ان هي تتعامل مع الموضوع دهوت ايه بحنكه، وان هي ازاي تدخل. قولي لها بقى تعملي ايه يا ياسمين دلوقتي في المشكله اللي انت فيها دي، رايك ايه؟ هتشوف بالظبط مين في عيلتها ومين في عيلته اللي هم الناس اللي هم الايه اللي ممكن يتسمع لكلامه. كبيره من الاخر. ولما تيجي هي تكلمه بنفس الصيغه ديت، انا متقبلاك ومتقبله انت بتعمله، انا عارفه ان هو ده ظروفك وانا مش طايقه الموضوع ده، بس اوكي انا متقبله. لا عشان اخد عيالي هعمل اي حاجه. بالظبط كده، واثقه انك انت هتعمل لهم اللي فيه الصح ليهم. اوكي طب هم محتاجين ايه؟ كذا وكذا وكذا. وعلى فكره هو بيحبهم،
هي قالت لك في صيغه اللي هي الخطاب بتاعها ان هو فعلا لا في علاقه ود ما بينه وبين ولاده. بس بينامهم من غير عشاء؟ هو في حد بيحب ولاده يقدر ده؟ في انا بسمع ان الناس بتطلع يعني يقول لك رغيف العيش انا ممكن اقسمه مع صاحبتي او بيست فريند بتاعتي، لكن امي هتديهولي كله زي ما ابويا المفروض يديهولي كله. مش لو كان لقاها من مامته؟ اه دي التربيه بقى، فهمتيها؟ هم لقاها من مامته. طب لو كانت حاجتها عند مامته اتكلم برضو مع مامته واسيسها ولا لا؟ اه طبعا لازم اسيس كل واحد، لحتى لو انا مش طايقاها يا غاده؟ حتى لو انا مش طايقاها عشان بس اخد مصلحتي. هي كانت مرات زعيم القبيله، كانت طايقه جزء اللي هو خطيب بنتها. يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت، نورتيني. تسلمي لي يا دودو على راسي، نورتينا. ربنا يخليك يا سالي. ميرسي يا حبيبتي. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير محتاجين نتكلمه معاكي يا ياسمين. من كام حلقة فاتوا كنا بنناقش قصة بعنوان إيه؟ كل عريس بيعرف إني مريضة بيسيبني. اتكلمت فيها مع أسماء بطلة قصة حقيقية، زعلانة ومقهورة مع إنها ناجحة وشاطرة ومعيدة في الكلية، بس جالها مرض اسمه وهن العظام أو وهن العضلات. كل العرسان بقوا يسيبوها لما يسمعوا مخاطره وإنه ممكن يجي للبيبي وإنه ممكن يجرى لها أي حاجة في أي وقت. ولسه بندور عليكي، عايزينك يا أسماء عشان في فاعلين خير عايزين يساعدوكي. أرجوكي بعتلنا، لأن إحنا دايماً بنعمل أنونيمس، بقولها لكم تاني، أو رابط إخفاء الهوية، فما بنبقاش عارفين مين اللي بيبعتلنا عشان سريته وعشان يكون بيتكلم بأريحية، فمن فضلك ابعتلنا. وعايزة أقولك إن أنا قلتلك في آخر الحلقة أنت ما تعرفيش لو كنت اتجوزتي العرسان اللي كانوا جايين لك دول وأنت عندك المرض ده كانوا هيعملوا فيكي إيه. شفتي؟ أكيد كان ربنا شايلك الأحسن. قعدت أذكر قصة ياسمين كتير، افتكرت حكايتك يا أسماء وأكننا بنرد على بعض. بتمنى إنه أنت تكوني بتشوفي حلقة النهاردة، أتمنى أتمنى وتسمعي كلام دكتور غادة وتشوفي بتقول إيه. واحدة مرضها خلاها إن هي زعلانة وأنا خسرت كتير وأنا مش عارف إيه، وواحدة الجواز والخلفة وهيخليني أسعد واحدة في الدنيا. بقوا نقمة عليها يا حبيبتي. متجوزت واحد مش أصيل، معرفش راي ربنا فيها، قعدت مع أهله ملوش كبير، خد منها الولد والبنت ومش عارفة تعمل إيه، دخلها في دوامة ومشاكل ومحاكم وبصرف عليهم ودايما بنقول العهدة على الراوي. يعني إيه؟ يعني اللي بعت لنا القصة لو الطرف التاني عايز يطلع ويتكلم إحنا ما عندناش أي مانع، طالما بتتكلم بأدب ما بتغلطش في طرف تاني وطالع بتقول رأيك بمنتهى الوضوح، احنا مالناش دعوه، وهنا في قصه حقيقيه، قصصنا كلها حقيقيه، واللي عايز يرد بنديله فرصه. فانا عايزه اقول لك على حاجه، واضح من كل اللي قلتيه ده انا مش هزود حاجه زياده عن اللي اتقال كله النهارده، لا على كلام القانون اللي سمعناه ولا على كلام علم النفس اللي سمعناه، ملهاش الا في الود. ومن وجهه نظري تتحل ودي. اي حد بيمر بقصه زي دي لازم تتحل ودي، لان احنا بينا العيال مش هنعاند بعض في العيال. بشكركم جدا وهستناكم في حلقة جديدة وقصة جديدة، بس تكون حقيقية. باي باي.